خط الزمن Timeline يحتل خط الزمن الأهمية الأكبر في تحريك الكرتون، حيث تسجل عليه عمليات التحريك في الأوقات المختلفة والتحكم في مفاتيح الحركة وخصائصها. وخط الزمن يظهر المعلومات الخاصة بالطبقة المحددة، وتتعدد قنوات التحريك عليه، وكل قناة لها مفاتيح الحركة الخاصة بها. وأعلى خط الزمن مسطرة الوقت ومقسمة لثواني، وكل ثانية لعدد الإطارات فريمز، والعدد الافتراضي 24 إطار في الثانية. نوسع الخط لإظهار تفاصيل المسطرة، نلاحظ أن الثانية تتكون من 24 إطار، ويمكن تغيير عدد الإطارات في الثانية من إعدادات المشروع وكتابة القيمة المطلوبة. ومدة المشروع الافتراضية هي 240 إطار وتظهر في هذه الخانة. نحرك خط الزمن ونلاحظ وجود لون مظلل يوضح بداية ونهاية مدة المشروع، ويمكن تغيير هذه المدة وتحديد مدة أقل في هذه الخانة. نلاحظ المساحة المظللة تغيرت للقيمة الجديدة، كما يمكن تحديد بداية جديدة بالضغط على مفتاح Alt مع النقر بالزر الأيسر للماوس على شريط الإطارات، وتحديد نهاية جديدة بالضغط على Alt مع الزر الأيمن للماوس. نلاحظ تغيير المساحة، وعند تشغيل بلاي يعرض فقط هذه المنطقة ويكررها. ويمكن إضافة علامات على خط الزمن وكتابة نص إرشادي كالتالي: نقف في الوقت المطلوب ونمكر زر إضافة علامة ونكتب النص المطلوب، وتفعيل هذا الخيار سيؤدي لظهور العلامة مع كل الطبقات، وعدم تفعيلها سيظهر العلامة فقط في الطبقة الحالية. نقول له أوكي وتظهر العلامة والنص المكتوب. نضيف علامة أخرى للمستند ككل، نلاحظ ظهور علامة بشكل مميز وظهور قناتين مختلفتين لكل نوع، ويمكن تعديل موضع العلامة بسحبها أو تعديلها بالنقر عليها مرتين أو حذفها بمفتاح ديليت. وهذا المؤشر يتحرك على خط الزمن لتحديد الإطار الحالي، ويمكن تحريكه إما بالماوس أو بكتابة رقم الإطار في خانة الإطار الحالي، فضلا عن تحريكه عند النقر على أزرار التشغيل، فيمكن تحريكه بالنقر على زر بلاي أو الضغط على مسطرة المسافات من لوحة المفاتيح. وبالنقر على هذا الزر ينتقل المؤشر إطار واحد للأمام مع كل نقرة، ومن هنا ينتقل إطار للخلف، ويستخدم هذا الزر للانتقال إلى مفتاح الحركة التالي، ومن هنا إلى مفتاح الحركة السابق. وبالنقر هنا ينتقل المؤشر لآخر إطار في المشروع، ومن هنا ينتقل لأول المشروع. وتوجد ثلاث طرق لعرض خط الزمن: الأولى تعرض قنوات الطبقة الحالية، والثانية تعرض الطبقات بدون تفاصيل، والثالثة تعرض الرسم البياني للطبقة الحالية. وفي الدروس التالية إن شاء الله نتناول تفاصيل خط الزمن ومكوناته.